عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية. وأعلن معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه يكون يوم غد الثلاثاء المكمل لعدة شهر رمضان المبارك، والأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد. لقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان القطان والشيخ الدكتور فريد المفتاح والشيخ الدكتور إبراهيم المريخي والشيخ راشد البعينين في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 29 رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل 2024 لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. وحيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حتى صدور هذا البيان، فإن يوم غد الثلاثاء يكون هو المكمل لعدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون يوم بعد غد الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية. وقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر ذلك شرعا هذا، ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وسلام ويمن وأمن وأمان، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.